يتكون قسم كبير من عالمنا من المادة المظلمة المعروفة باسم Dark Matter. تتواجد هذه المادة في كل مكان حولنا لا نستطيع رؤيتها، لكن لها تأثير لا يمكن تجاهله على كل شيء في حياتنا. في عالمنا الجديد تترابط حياتنا مع بعض بشكل واضح من خلال التكنولوجيا الإلكترونية المتواجدة في بيوتنا، في السيارات التي نقودها، في أماكن عملنا، وفي مدارس أطفالنا، وتمكننا من التواصل مع بعض بشكل لم نكن نتخيلها من قبل. ومع مرور الأيام يزداد تأثيرها على حياتنا بطرق لا ندركها ولم نكن نتوقعها. من الممكن اختراق الأنظمة الإلكترونية وتحويل السيارات الآلية إلى آليات خطيرة، نظام التجميع الخاص بالمصانع ونهب الاقتصاد الإلكتروني، أو تدمير البنية التحتية العامة. وذلك من الممكن أن يتسبب بانهيار مدن أو الحد من قدرة الحكومات على حماية مواطنيها. ولا يعني ذلك التردد من استخدام التكنولوجيا، فإنها تمكننا من أن نكون أكثر إنتاجية، وتمكن الشركات من التطور والنمو، مما يجعل حياتنا أبسط. عالمنا الجديد يحتاج رؤية واضحة. في Dark Matter قوتنا هي اسمنا، قوة لا أحد يراها لكن تأثيرها واضح لا يمكن تجاهله. نسعى دائماً لخلق بيئة إلكترونية آمنة تدعم الأشخاص في طريق نجاحهم وازدهارهم عبر الاستخدام الآمن للتكنولوجيا من خلال البحث والتطوير والرؤية الثاقبة. نجحنا في مكافحة المخاطر المرتبطة بالعالم الإلكتروني عن طريق استخدام نهج شامل لأمن التكنولوجيا والمعلومات الإلكترونية. رؤيتنا هي حماية المستقبل عن طريق تأمين وضمان تقنياته. Dark Matter في حمى الخبراء.